ليه احنا محتاجين نميجر الديفوبس؟ زي ما دايما يعني مؤسسي الديفوبس اندرو كلي شافر او باتريك ديبوا بيتكلموا عن الديفوبس ان هو دايما الديفوبس از ا جيرني كونتينوس جيرني از نوت ا ديستنيشن. فاي جيرني محتاجه ميجرز، محتاجه ساينز، احنا ماشيين في الطريق صحيح ولا لا، احنا قربنا للنقطه التارجت الاولى على الاقل ولا لا، وايه الخطوات اللي احنا محتاجين نعملها عشان نقرب. فدايما اي جيرني محتاجه ميجرز، محتاجه قدر من المؤشرات نقدر نشوف احنا سرعتنا قد ايه وصلنا لفين وهكذا. ف وي نيد تو ديفاين ميجرز ريكورد ريزلتس، وده بيخلينا نقدر نبقى في كونتينوس ليرنينج كونتينوس امبروفمنت. اوكي، ف طيب احد الحاجات الغريبه جدا ان الديفوبس موفمنت از بومينج، يعني احنا بنتكلم ان ابجارد في التقرير بتاعها بيقول ان الديفوبس الانفستمنت فيه هيبقى يوصل ل 20 بليون دولار باي 2030 مقارنه ب 10.9 تقريبا في 2023 مقارنه ب 3 وشويه في 2017. فشوف الكيرف بومينج عامل ازاي، ومع ذلك جارتنر بتقول لنا تقرير مخيف جدا ان بتتوقع ان بحلول 2023 90% من الانيشيتيف بتاع الديفوبس هتبقى will fail to meet expectations. احنا جايين نعمل ايه طيب لو 90% من الانيشيتيفز will fail to meet expectations؟ بس هي المشكله اصلا في موضوع الاكسبكتيشنز، ليه اصلا الفيلير؟ التقرير بيرد علينا بيكمل بقيه المعلومات ايه الفيليرز، لان زي ما وانا هاخد كلمه من كلمه جاب بلوم وهو بيقول ان احنا بناخد الطريقه الجديده في التفكير والبراكتسيز الجديده ونحاول نطبقها بنفس الفكر القديم. فكتير من محاولات تطبيق الديفوبس نتيجه عدم وجود فريم ورك واضح او عدم وجود ميجرز واضحه بتيجي تطبق الديفوبس بالطريقه القديمه بتاعت الووتر فول، اللي هي هنعمل كل حاجه مره واحده، هنغير كل البروسيسز مره واحده، وبعدين ندخل في نطور البيبل كلهم في بشكل واحد او مره واحده في كل الارياز، وبعدين نعمل اوتوميشن في كل الارياز. فشغالين بفكر الووتر فول واحنا بنيجي نطبق الديفوبس. دي احد مشاكل الفيلير، دوينج تو ماتش at the same time، وان احنا بنبقى مفيش setting expectations واقعيه، unrealistic expectations. صحيح الديفوبس ريبورت بتقول لنا ارقام جميله جدا عن الهاي ماتيوريتي او هاي ماتيور كومبانيز اللي تبنت الديفوبس، بس الحاجات دي ما بتجيش من يوم وليله، فما ينفعش نحط ال unrealistic assumptions دي، لازم الادوبشن يبقى incremental. فكذلك ان الانكريمنتال ده محتاج يكون في كي بي ايز، يكون في ميجرز، يكون في رود ماب عشان نقدر نمشي بالانكريمنتال. غياب الحاجات دي بيخلي في فيلير في ان الشركات تحقق اللي كانت المرجو من الديفوبس. هل ده عيب في الديفوبس؟ لا مش عيب، هو العيب في طريقه الادوبشن، لعدم وجود فريم ورك واضح لتحديد الكابابيلتيز او وكذلك قدره على قياسها وهي بتتطور. فلذلك مهم جدا ان احنا يكون في ميجرز واضحه، نعرف احنا واقفين فين واحنا عايزين نتطور لفين وبنتقدم ولا لا. طيب ايه التحدي في ميجرنج ديفوبس؟ انا هاخد يعني كلمتين من الاثنين اللي كانوا اسسوا الموفمنت بتاع ديفوبس، اللي كانوا مؤسسين اول ديفوبس داي اتعمل في 2009، اندرو كلي شافر يعني الحاضر الغائب معانا النهارده، وباتريك ديبوا. اندرو كلي شافر هو بيعرف الديفوبس بيقول ان هو اوبتمايزنج ذا هيومن اكسبيرينس اند بيرفورمانس اوف اوبريتنج سوفت وير ويز سوفت وير اند هيومنز. هو it is not just about tools. هو في كذا dimension، the tool dimension، process dimension، ال people dimension، وده dimension الأكبر. فالتركيز أحيانا على dimension واحد في المجر وفي التطور بيخلي في challenges في الجانب ده، فمحتاجين نمجر multiple dimensions، it's not just one dimension. حاجة تانية زي ما برضو باتريك ديبوا كان بيقول، احنا تعمدنا ان احنا ما نعرفش تعريف واحد مبدئي للديفوبس. ليه؟ لان الديفوبس هو about
real people solving imagine from people يعني practicing to solve real problems وبيدوروا في البراكتسيز. البراكتسيز دي بطبيعه الحال بتيمرج، البراكتسيز دي بتتطور continuously evolving. يعني احنا لو جينا نعرف الكابابيلتيز بتاعت ديفوبس النهارده في 8 كابابيلتيز مثلا، بكره هنلاقيها 9 و10 و11 في continuously evolving. فلو عرفناها في بروسيس واحده جامده او في مجموعه بروسيسز جامده غير قابله للزياده او للتطور، هيبقى التعريف ده قاصر، لانه ده عكس طبيعه الديفوبس ان هو اصلا continuously improving. يعني امبارح كنا بنتكلم في الايه انفراستراكشر از كود، دلوقتي النهارده بنتكلم في AI اوبس، مش بس انفراستراكشر از كود، احنا عايزين كمان الانفراستراكشر از كود ده او اللي هو الاجايل انفراستراكشر تو بي جايدد اند امبروفد بالاي اي. فالكابابيلتيز نفسها بتتطور، فده يخلينا يبقى في شويه تشالنجز في الجانب الميجرز دي. في محاولات سابقه لميجرز طبعا، في موديل مثلا موديلز مختلفه زي مثلا بتاع اي بي ام، زي بتاع الاتش بي، كلها موديلز جيده بتقرب الفكره لميجرنج ديفوبس بتاع اي كود ماتوريتي موديل. هي الموديلز دي كلها جيده جدا فعلا في تقريب الصوره احنا محتاجين نتطور في ايه، بس احنا محتاجين تطور اكبر من كده. ده اللي خلانا نروح يعني نعمل موديل الدي اكس سوفت وير، ان الموديل محتاج يكون مالتيبل دايمنشنز، بيكون بيفكر في فكر الكابابيلتيز. زي ما كان يعني كنت ما اتكلمنا ان الكابابيلتيز مش بس بروسيس، مش بس بيبل، هي مالتيبل دايمنشنز بتكون الكابابيلتي. القدره مش بس ان انا عندي بروسيس، لا لازم يكون عندي بروسيس، عندي تيم ممبرز مدربين، عندي تولز، عندي تكنولوجي بتسبورت الكلام ده، عندي اوتكمز وميجرز بتقيس الكلام ده. كده يبقى على بعضها اسمها عندي قدره، عندي كابابيلتي. فاحنا محتاجين في الماتيوريتي موديل ان هو يكون كابابيلتي بيست، وده يخلينا يبقى نقدر نادبت انكريمنتلي ان اجايل واي، مش في طريقه الووتر فول واي. عايزين يبقى عندنا موديل بيقدر يقسم الدنيا، انا دلوقتي هركز على ايه؟ هركز على يونت تيستنج ولا تيست اوتوميشن ولا الكونتينوس انتجريشن ولا كونتينوس ديبلويمنت؟ طب ليه؟ عشان انهي واخد سكور اكبر او اقل في الاهميه او البين ارياز. فمحتاج الموديل الماتوريتي موديل او الريفرنس اركتكتشر يكون بيساعدني ان انا اعمل انكريمنتال ادوبشن ويكون اكشنبل، يعني عارف بالظبط انهي حاجه اللي محتاج اصلحها. مش يقول لي بس ايه اتطور في هذا الجانب، لا يقول لي بالظبط انهي دايمنشن محتاج اطوره، فيكون في اكشنز اقدر اخدها فعلا عشان اطور، واقدر اقيس التطور ده قبل وبعد. وفي نفس الوقت يكون الموديل فليكسبل، فيبقى قابل ان هو يزيد عليه كابابيلتيز. وعلشان كده احنا في سك طورنا الدي اكس سوفت وير فور، يعني اللي هو ديجيتال ترانسفورميشن فور سوفت وير ديفلوبمنت. وزي ما باشمهندس السري كانت قالت لنا، احنا عملنا برضه بعد كده الدي اكس فور اي تي. شركه اكفكس كانت من الشركات اللي دخلت في البايلوت الاولاني في الراوند بتاعت اللي هو دي اكس فور سوفت وير. هو الفريم ورك هو هدفه ان هو يساعد الشركات اللي عندها بزنس اجيليتي ويساعدها في الديجيتال ترانسفورميشن عن طريق توفير ريفرنس اركتكتشر مبني على يساعد على انوفيشن وعلى استغلال الديزربتيف تكنولوجيز. فهو بدل ما يكون التفكير في بروسيس ديفينيشن، احنا بنكون بنتكلم في كابابيلتي ديفينيشن، كابابيلتي امبروفمنت انستد اوف بروسيس امبروفمنت. والموديل هدفه ان يكون اكشنبل انكريمنتال وفيريفايبل، عندي ارقام اقدر اقيسها قبل وبعد الناس اتطورت ولا لا، والقدرات الشركه اتطورت ولا لا. بنقيس الكابابيلتي ازاي؟ اولا دي يعني مثلا الدي اكس سوفت وير فور ديفلوبمنت، مجموع دي بنسميها الكابابيلتي ماب، مجموعه كابابيلتيز محدده اقدر اشتغل عليها واقيس التطور فيها. فمثلا في مجال الاجايل عندك الباك لوج ديفلوبمنت اند مانجمنت، سبرنت مانجمنت، ريليز اند رود ماب مانجمنت، وهكذا. في الديفوبس عندك اللي هو سيلف تيستنج كود اللي هو يونت تيستنج اند تي دي دي، عندك التيست اوتوميشن، كونتينوس انتجريشن، كونتينوس ديبلويمنت، كل دي كابابيلتيز بتكون الاجايل وبتكون الديفوبس. ما اقدرش اقول
ما اقدرش افكر فيها بشكل ووتر فول، ان انا اعتمدنا الاجايل كله مره واحده. هو صح فكر الاول اساسي، بس هو بيتكون ككابابيلتيز انكريمنتال، والديوبس كذلك بيتكون ككابابيلتيز انكريمنتال. فالموديل بيساعدني افكر بالطريقه دي واخطط واتابع بالطريقه دي. فالكابابيلتي الواحده بنقيسها بايه؟ مجموعه دايمنشن زي ما احنا شايفين، البروسيس والبيبل انفورميشن سيستم التكنولوجي والبرفورمانس اند اوتكم، لان احنا بزنس اورينتد او اوتكم اورينتد، فلازم الكابابيلتي بتطلع في الاخر اوتبوت اللي انا عايزه. وده مثال ليه ازاي بقدر اقيسها. طبعا التريننج بيبدا الاول باسسمنت، وبعدين او سوري البروجرام بيبدا باسسمنت، نعرف الوضع الراهن، وبعدين بقى في تريننج على الكابابيلتيز، وبعدين بيبقى في كوتشنج اند امبلمنتيشن للكابابيلتيز دي داخل الشركات، وبعد كده بيكون في الايه يعني انذر اسسمنت عشان اقارن انا وصلت فين من البيز لاين اسسمنت الاولاني.